من يومين كده كان في استغاثات كتيرة جدا من أهالي قرية في محافظة قنا إن في عندهم مرض معدي وبينتشر بسرعة كبيرة جدا ما بين أبناء القرية وتصاب به عدد كبير من أبناء القرية. لحد اللحظة اللي كانوا أهل القرية بيتكلموا فيها لم يتم التعرف على اسم المرض أو طبيعته. مرة يقولوا ده نوع من أنواع الحمى، ومرة يقولوا لا ده حاجة تانية، ومسميات كتير جدا طلعت على المرض ده. وهنسمع دلوقتي من أهالي القرية إيه اللي حصل بالظبط. من قرية العلاقات نجع سندك حصلت لي إنه شوية كده جسم شوية سخانة على خفيف كده مع دوخة، خدت يومين في البيت راقد، خدت برشيم خفيفة يعني. بعد كده حصل لي إنه عزت قاية من هذا المرض ده، فبعد ما خدت يومين الجسم بعد كده السخانة بقت تخف تدريجيا أخف لوحدي. الجسم بقى يخف لوحده بعد السخانة، بعد السخونية. سيادتك حصل انه بعد كده عزت قايع، اخذت يومين الجسم بقى ايه، عبارة عن تكسير في الجسم كله. تكسير في الجسم حتى في الضلوع والكلى، عن يمين عن شمال برضو. بعد كده حسيت بيه تاني، حسيت بالدوخة وعايز ارقد وخلاص، مش قادر تقوم، ما قادرش اقوم. خمول زي الخمول كده، زي الخمول في الجسم. بعد كده ما كنتش عارف انت ايه، ما عارفش انا تفسير ايه ده. بعد كده حصل انه خفيت شويه، بصيت لقيت في البلد الحاله 2 3 4 5، بعد كده انتشرت في البلد ما نعرفهاش عن طريق ايه دي. من قريه العلاقات نجع سندل. زي ما انتم سامعين كده، دول اهالي نجع سندل اللي بيسكنوا حوالي 4000 نسمه وبيتبع احدى قرى محافظه قنا. الناس بتقول انه اصيب عدد كبير من السكان بمرض تشابهت اعراضه بين المصابين، وده بعد انتشاره بشكل سريع جدا داخل القريه. الناس دي ما عرفتش توصل صوتها غير من خلال منصات التواصل الاجتماعي. الناس قالت كمان انه اصاب اسر باكملها وناس كتير دخلت المستشفيات، مستشفى الحميات. وهنسمع برضو دلوقتي من الاهالي المرض ده ظهر امتى في القريه. احنا المرض ده انتشر النهارده من 15 يعني من 15/5 لحد يمكن لحد امبارح ما فيش اي جهه ولا اي مسؤول خاطب ان هو ينزل يشوف ايه العينات دي. احنا عندنا ما فيش بيت هنا عندنا هنا في نجع سندن الا واذا كان يعني المرض منتشر عنده. كل بيت ما يخلو حاليا دلوقتي، يمكن الاعداد تزادت يمكن حالي يمكن 300 حاله. لما انا اضرب انا مثلا حاله مصابه كثير، وفي حال في حالات اتحولت للحميات الاقصر، وفي حالات اتحجزت في حميات قنا. يعني في حالات في حميات قنا، وفي حالات في حميات قنا فعلا. بس ما فيش ظهرت اي حاله وفاه بسبب المرض. لا وبعد كده لا وفيات لكن بالنسبه احنا يعني احنا بيقول لك انه المرض جاء منتشر من مكان لمكان، لا ما حصلش الكلام ده، بدليل انه احنا في خارج من الناس وفي ناس مقبل عليها واحنا بنتحرك يمين وشمال، وكان ده ما فيش اي حد اصاب من شهر 5. تخيلوا ده نجع، ما احناش بنتكلم على مدينة كبيرة ولا أي حاجة، يعني كان ممكن نحتوي الأزمة دي كلها في ثواني. ده نجع صغير جدا وحصل فيه انتشار سريع للمرض، والكلام ده من شهر 5. احنا دلوقتي في نص 7 واحنا بنتكلم ان المرض ده منتشر من شهر 5، يعني شهرين تقريبا والمرض ده موجود. وفرق وزارة الصحة بعد الشكاوي دي كلها يا دوب لسه بدأت تتحرك بعد شهرين. وهنا بقى بنطرح سؤال، يعني يا جماعة هو لازم الناس تموت أو تحصل مصيبة كبيرة عشان المسؤولين يقرروا إن هم يتحركوا للبلد؟ لازم الأهالي اللي ما فيش عندهم أي إمكانيات، بل شبه الإمكانيات عندهم معدومة والخدمات الصحية معدومة، وعشان واحد جوه نجع يتعالج لازم يطلع للمدينة ويروح الأقصر ولا يروح غيرها من المناطق عشان يعرف يتعالج، وفي الآخر بعد كل ده يجي الوزير يتحرك بعدها بشهرين، وفي الآخر يطلع وزير الصحة يقول في خبر إن اللي موجود في النجع ده هو حمى اسمها حمى الضنك. وزير الصحة تعليقا على الإصابات إن ده حمى الضنك. ويا جماعة ما تقلقوش، إحنا مسيطرين على الموقف الحمد لله بعد شهرين، وبعتنا الفرق المختصة عشان تاخد عينات وتطهر القرية. بعد إيه بقى الكلام ده؟ بعد شهرين.
المفروض الكلام ده كان يتم من اول يوم قبل ما الكارثه تزيد، وقبل ما نسمع ان الارقام بدل ما تكون واحد بقت اتنين وثلاثه ووصلت ل 300 زي ما قالوا الاهالي في الفيديوهات. ولا احنا عندنا لازم الناس تتبهدل وبعدين يبقى المسؤول يطلع يفكر يسال عنهم؟ طبعا الموضوع ده خد تعليقات كتير جدا على منصات التواصل الاجتماعي، والبدايه مع حساب باسم شمس الحريه اللي قال معلومه بسيطه جدا لوزير الصحه، فبيقول له معلومه بسيطه يا وزير الصحه، البعوض ينتشر في فصل الصيف لان المرض ده معروف ان هو بينتشر من خلال، او حمى الضنك بتنتشر من خلال البعوض. فبيقول له معروف يا سياده الوزير ان البعوض ينتشر في فصل الصيف بكثافه رهيبه، ومع انتشار الزبالة والمجاري اللي بتملأ مصر، ومع عدم توفر مستشفيات أو أطباء أو علاج، و90% من الشعب تحت خط الفقر، يبقى بقت بسيطة كورونا مع حمى الضنك مع الحر الشديد. وهنا بتشرح المآسي اللي بيعانيها الشعب المصري. إسلام كتب وقال الحمى منتشرة في أكتر أو منتشرة أكتر في سواحل البحر الأحمر، سفاجة والقصير الحالات كتير، والمستشفيات كلها شايلة فوق طاقتها، لدرجة إن في عجز دلوقتي في المستلزمات الطبية في مستشفى القصير وسفاجة. سليمان برضو علق على تصريح وزير الصحة وقال حمى الضنك المنتقل عبر البعوض ولا داعي للقلق، إزاي؟ فبيقول إن ده قمة التناقض. حساب آخر قال هو في ضنك أكتر من اللي احنا فيه، وبيعلق هنا على اسم الحمى. آخر تعليق معانا من حساب باسم موكا اللي قال إن الصحة عمرها ما بتقول الحقيقة ولا بتحذر المواطنين ولا بتنشر أي نوع من أنواع الوعي من أي مرض ولا حتى طرق الوقاية منه، إنما دايماً تطلع تنفي وبس. زي ما شفنا دي تعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار مرض أو حمى جديدة في قرية بمحافظة قنا، والوزير الصحة طلع بيطمن الناس بعد شهرين وأكتر من انتشار المرض في القرية. اكتشفنا دلوقتي من التعليقات إن المرض مش منتشر في القرية دي بس، ده منتشر كمان في سواحل البحر الأحمر، وإن في استغاثات عديدة من الأهالي اللي بيعانوا من نقص في الخدمات الصحية، وللأسف بيقولوا إن وزارة الصحة ما بتعملش اللي عليها.